مرحبا يو جايز. الفيديو اليوم انا كثير محمسه اشاركه معكم لانه اليوم رح اكون عم بعمل لكم كولكتيف هول، يعني باخر شهر انا بارادتي بمصريات شو ضد على البيوتي كولكشن، شنو القصص اللي وصلوا لي فور فري مور براندز او بيجز حتى اجرب لكم اياهم واعطيكم عنهم ريفيوز. بس قبل ما نبلش وفرجيكم كثير قصص، ما تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب تدوروا جرس ما حتكونوا سبسكرايب وما تقفوا الفيديو اللي بطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. على السريع الميك اب يلي على وجهي كثير وقت، اذا طلع الفيديو حكي لكم اياه بزاويه تسليم بخانه المعلومات تحت، كثير شوب عم صور المطرح مسكر وعم صور 100,000 شغله بنفس الوقت، انا ام جوينج اراوند لايك كريزي بيرسون. سو تتعرفوا ليش شكلي هيك؟ سو ماي ميك اب ديد وير اوف. اوكي انا بخلي تليفوني قدامي حتى تكون عندي مثل مرجعيه حتى افرجيكم شو القصص اللي جبتون، وبحب انه اكون عم فرجيكم اياه هون بي تو بارتس. اول بارت بيكون القصص اللي انا اشتريتها بمصرياتي، ثاني بارت بيكون القصص يلي وصلوا لي فور فري. سو تتعرفوا انتم اذا بتحبوا تحضروا اول بارت وين بينتهي البارت اللي انتم بتحبوا تحضروه، اذا بتحبوا بس تحضروا البي ار بارت وين ببلش، واذا بتحضروا تو بارتس انا بحبهم كثير. anyway خلينا نبلش. رح بلش اول شيء بالقصص اللي اشتريتها. اول شيء انا بحب الاكسسوارز والحلق بعتبرهم والبرفيوم as part of my beauty. so اشتريت من عند ديز اف اتش، وكل البيج اللي عم سكرون ديز اندرسكور اف اتش، ما بقدر سيار لكم اياهم كلهم بخانه المعلومات تحت، سو عملوا سيرش عليهم على انستغرام and you'll find them. so اشتريت من عندها 3 pairs of earrings. هيدا اول واحد، هيدا يلي اكثر شيء انا حطيته، the blue and the white كثير حلو هيدا على اللبس. اوكي واخر شيء the black and the white. it's a dandelion earring بس like black and white roses. اشتريت منها عند رويال كوزماتيكس one of the single brushes يلي هن طلعون يلي اسمها deluxe foundation brush، وكتير حلوة هيدي البرش. كمان عملت order من عند كانت رفيقتي بتركيا وكنت موصلتها على كذا شغلة تجيب لي اياهم، ما غرقت لي شيء منهم لانه كان وقت عيد وكل الستاندات فاضيين، بس من بين القصص اللي وصلت عليهم وهيدا الاسنس ملتي كروم فليك اللي هو عباره عن فليك كثير حلو. هيدا اي شادو توبر عندي بالشيد 1 كذا نوفا، سو هيدا هو اللي جابت لي اياه. اوريدي صورت عنه فيرست امبريشن على تيك توك، وكل شيء عم صور عنه فيرست امبريشن يور غانا سي ات اون تيك توك، بس ما رح اذكر هيدا الشيء بقى بالفيديو لانه ام غانا منشن ات لايك شي 70 مره. انا عم افرجيكم كل ايتم، سو ستي تون يور غانا سي ات ان اكشن. بس عملت لكم وير تيست للفاونديشن تبع سان جيرمان، رح احط لكم وير تيست بزيرو سكرين بخانه المعلومات تحت. اي واز ويرينج ذس وان اون ماي ايز، هذا اللي اكثر شيء انسالت عنه. ملت اوردر من عند فيل 22 كانوا عاملين سيل على العيد، فاشتريت اول شيء هيدا لوريال اتش بيرفكت اللي هو المفروض يكون دوب لا هيدا الميد نايت سيروم، هيدا كان المفروض يكون دوب لا الاستلودر سيروم يعني كثير بحبه، ايج ريوايند سيروم كثير 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 بحبه. سو وير غانا سي اباوت ذات. وكمان اشتريت هيدا الفيلز مود بلاش من روبي روز بالشيد 5 لانه كنت متوقعته يكون دوب لسمثينغ ايلس. اي ترايد ات سايد باي سايد كدوب، ات وازنت ا دوب بس انه كلوز انف. anyway عملت اوردر من عند All About You Beauty Shop و All About You Accessorize يلي هن اثنيناتهم owned by the same person، وهدول بتلاقوا عندهم قصص بتعقد بالبلاش، واذا بدكم تجيبوا شيء من برا لبنان على طول في عندهم قصص احلى من اسعار غيرهم من سفورا وهالقصص. فكان عندي برودكت من بير مينرالز وبدي جرسها للماما شوي، ماما بعرف فيك تحضريني سو هاي مامي، بس يعجبها برودكت انا مستعملته وعملت له فيرست امبريشن سبيشال على تيك توك، تبعت لي لينك للتيك توك فيديو، هذا معناته انه بدل برودكت. سو اذا انا كنت ما عم بستعمله كثير I will give it to her، اذا انا بحبه وبستعمله كتير ما بعطيه اياه. So I went and I bought the same bare minerals اللي هي ماما كتير بتحبه اسمه minerals. كتير كتير حلو هيدا الليب بام جلاس بجنن. So اشتريت لها اياه، هيدا كان الاوردر تبعي. كمان طلبت من عندها هيدا set of mini من summer fridays، هيدا في بقلبه summer fridays lip butter balm على فانيل، و summer fridays يلي هو jet lag mask اللي هو ماسك بيرطب كتير الشفاف. وكمان طلبت من عندها الالف lip liner اللي اسمه كريم جلايد ليب لاينر بالشيد دارك كوكو اللي هو اي دارك براون، كتير كتير حلو. اجان صورت عنه فيرست امبريشن على تيك توك ذاتس كامينج سون. من عند All About You Accessorize اشتريت من عندها كذا حلق، اول واحد هو هيدا اتس اي فيري مش رح تقدر تشوفوا هيدا اتس اي داندلي وان كتير ناعم، اشتريت من عندها هيدا الحلق. هيدا تاني بير، هيدا تالت بير حطيته ان ريل لايف اخذت عن عليه كتير كتير كومبلمنتس، وهيدا ذا بينك وان شو تقدروا تشوفوا قد ما حلو عن جد شاكرات لانه الاسعار عندها مخيفه قديش رخيصه وكثير الكواليتي تبعها بتعقد. اخر بير اوف ايرينج شريته من عندها هو هيدا، هيدا بعد ما حطيته I'm thinking of wearing this one very very soon so we'll see about that. كمان بعثت لي very generous gift with purchase رح تشوفوها بثاني بارت من الفيديو.
عملت اوردر كمان من عند جومانا اللي هي بيجو، لانه كانت جايبه قصص من وتن وايلد من تركيا، سو اي وونتد تو جيت ذم. سو اول شيء اشتريت الوتن وايلد فاونديشن اللي هو هيدا الفوند الثاني، كان عبالي كثير جربه، اتس ذا مات وان. اشتريت كمان الجابريني فاونديشن، انتم طلبتوا مني جرب لكم اياه، اشتريته بالشيد 104 هيدا الفاونديشن يلي الكاميرا ما عم تعمل لي فوكس، بدها تعمل الكاميرا بس فوكس علي. اوكي ثانك يو. اشتريت كمان من عند جابريني الكونسيلر تبعهم، اي كان فايند ات يعني لانه اتس ماست بي هير، اتس هير هيدا الكونسيلر اتس هيوج، اي جات ات ان شيد نمبر 2. واشتريت كمان من عندهم هيدي هدول الهاف فلاشز، كتير كانوا افوردبل، هيدا بستايل نمبر 6. ومن عند وات ان وايلد اشتريت هيدي القديم، عندي بيعرف قديش انا كنت حبها هيدي، اتس ايديو اي بانانا باودر اند اي كونتور باودر، كتير كتير حلوه. واشتريت كمان لحظه خلينا نشيل احسن ما نبلش نوقع القصص، اشتريت هيدا البرايمر سيروم كمان من عندهم، اتس اي هايدريتنج برايمر، وذكرني كتير ب اول استعمال بالجلو ريسيبي 1 اللي هو الواتر ميلون 1. اشتريت كمان كذا مبرد من الاوفالي، هيدول اللي بستعملهم انا والماما كرمال الجل، وشريت لها الماما كمان جل، مش جل جست، شريت لها نيل اكستنشنز كرمال الجل تبعها. واشتريت اخر شيء من وات ان وايلد هيدا الهيلو هيلو الهيلو هيلو بلاش لايتر، هيدا بلاش وهايلايتر، هيدا بالشيد ما له شيد. واشتريت الكالر ايكون برونزر، اوكي هيدا اشتريته بالشيد وات سيدي بيتشز، وبعثت لي جيفت بيتشز كمان رح بتشوفوها بتاني بارت من الفيديو. عملت اوردر من عند جافي باي فاتسي او فراجرنسز باي فاتيما لانه كانت عامله سام سامبلز وانا وحده منهم، انا من الاشخاص اللي بخلي كل اغلاطي بالفيديوز لانه نو بادي از بيرفكت. سو اشتريت من عندها اربعه لانه كانت عامله عليهم اوفر، وبعثت لي الخامسه فور فري. سو في عندنا جادور، هلا ما بعرف شو اسمه الاوريجينال برفيوم، يو هاف تو اسك هير لانه هي عامله مثل لايك هير اون فيرجن اوف ات. في عندنا ال Irresistible، في عنا البينك بلاسم كتير ريحتهم حلوة على فكرة، البينك شيفون، وآخر وحدة في عنا My Way Intense. وهيدول الخمسة اشتريتهم من عندها، هي بعتت لي one with as a gift with purchase، فأنا بس ما بعرف أي وحدة هي بعتت ليها as a gift with purchase، so ضميتها خلال هيدا البارت مع أنه كان لازم حطها بتاني بارت من الفيديو. عملت أوردر من عند Field 22 لأنه كان في كم غرض من ويبو، هلا رح بتشوفوا بتاني بارت وصل لي الـ PR package من عندهم from the new products، بس في كم product أنا حب أجربهم، so I went and I bought من Field 22. أول شيء اشتريت هيدا، هيدا is a duo eyeshadow اسمه Know Your Worth، اشتريته مش لأستعمله كأيشادو، اشتريته لأنه على تيك توك شفت حدا عم يستعمله كهايلايتر وكان هايلايتر مخيف، so I wanted to try it، so كرمال هيك اشتريته. اشتريت the ready steady glow setting spray اللي هي a glowy finishing powder كمان جديد، انا كان عبالي كتير جربها وقارنها بالقديمة، القديمة انا كتير كتير بحبها. اشتريت lip liner number 5 yellow، it's a brownish shade، كتير كتير حلو اللون، it is my kind of shade اذا انتم بتعرفوني. واشتريت من عندهم كمان ال call me your good your gold goddess liquid bronzer، اشتريته هيدا بالشيد نمبر 2 اي ثينك اذا ماني مغلطه، يس. واخر شيء اشتريته من ويبو هو الدريم ليبس ليب اويل، هيدا ما له شيد، سو اتس اي كلير 1 وهيدا بعد ما استعملته. اوكي واخر شيء اشتريته كمان من عند فيل 22 بس هو مش من براند ويبو، وهيدا البرودكت من اساس اللي كان عبالي اجربه كثير من زمان، هيدا اسمه الكتريك glow color changing lip and cheek oil، واكيد بدي ابقى اجربه معكم very soon. وقبل مش قبل اخر اوردر، قبل اخر اوردرين كمان اشتريت برودكت جديد طلعته براند لبناني اسمه سكين باي نور، هيدا اتس اي جيل تنت جيلي جيل تنت ووتر جيلي جيل تنت هيك شيء اسمه، هيدا شيد تشيلي او تشيل واسمه راتشي على الويب سايت، هن اثنيناتهم طلعوا نفس الشيد، اي ديد use it in a first impression and I'm really really impressed with the quality تبعه. It's a unique product ماني مجربة مثله أبدا أبدا شيء. ودالي دالي عملوا new product، الاستاتيك تبع دالي الجديد I'm loving، so I got a lot. أول شيء جبت الموسترايزر يلي اسمه facial moisturizer، شايفينه كيف يجي so satisfying. Two of the lip butter balm، جبت الشي تبع الواتر ميلون شوجر، جبت السالتد كراميل، هدول اثنيناتهم فيهم تنت وكتير كتير كتير حلوين. جبت الكلينزينج ميك اب بوم او الميك اب
او كلينزينج بوم هن مسمينه، بس هيدا اتس لايك ا بوم شيء صالت بتذوبوه بحراره الايد وبتشيلوا فيه الميك اب تبعكم. واخر شيء جبته من عند دالي هو التنتد سان سكرين اسمه سان جلو سان سكرين اس بي اف 50، جبته بالشيد سان كيست، هيدا بعده مختوم بعد ما استعملته ولا مره. واخر اوردر عملته هو من عند ذات ستور ريسنتلي، صار عندهم بيوتي اوف جيسون، سو ام ريلي هابي اباوت ذات، وعندي كود مع ذات ستور تو جيت ايفن فور لاس. سو اول شيء جبت من عندهم الجينسينج كلينزينج اويل، جبت من روبي بيوتي الهايلايت الهايلايتر شايني بادي اويل بالشيد نمبر 2، هيدا مثل اويل بيعطي لمعه كثير حلوه للجسم. جبت وان اوف ذا نيو ليبستيكس تبع روبي روز الجلاس كريم مات بالشيد جي ال 3 اللي هو هيدا اللون يلي على الراس هون. واخر شيء جبته من اسنس هو البينك از ذا نيو بلاك كولر تشينجينج ليب تنت، هيدا اتس تنت بيكون اسود بس نحطه بس it does change with our pH. هيكون فرجيتكم القصص اللي انا اشتريتهم، هلا let's move on للقصص اللي وصلي for free. اول باكج وصلنا على الصيفيه هو من بيزلاين مكتوب هلو ريبيكا نخلي، this one's for you بيزلاين، وليكو قديش كيوت. وعلى فكره ماي فون از نوت سايلنت لانه ابني بالنيرسري بالوقت الحالي، سو اذا عزوني لا سمح الله تحت يكون اقدر اسمع تليفون. سو بقلب الباكج في عنا ذا سانتون اويل، في عنا ذا فيموس سان سكرين انا كثير بحبه، في عنا البوم كمان في اس بي اف. من بيج اسمها بيوتي ستوك لبنان وصل لي ثلاثة بوكسز، وحدة منهم رجالة احي مع جوزي سو اي ديد نوت جيت، بس هي ذاتها خمسة نسوانة خمسة رجالة، هدول بيجوا كأنه موس تبع الشعر، بس هدول بتستعملوهم على جسمكم انتم بالحمام هن ومي، اتس لايك بولينج فراجرنس اون يور سكين، سو اتس اي فيري يونيك برودكت. هيدي العلبة كلها الستة اتس فيري جيفتبل حقهم بس $6 عندها، وهيدي انفورشنتلي بعد ما صار لي مجال استعملها بعدها مختومه مثل ما هي بعثت لي اياها. هيدي في بقلبها هاند واش هاند كريم اكسفولييتينج سمثينج فور ذا سكين اند ما بعرف شو هيدي الثاني، بس فيها برودكتس للجسم وللايد بعدهم مختومين as you can see so I did not open it حتى اقول لكم اكزاكتلي شو هي البرودكتس او اعطيكم رايي فيهم، بس هدول I've used one of them it was very unique product وكثير حبيت كيف عطى على جسمي. كتير انبسطت بس انعزمت على the launching of the new products تبع Max Factor لأنه I was there وقتها كانت Max Factor the it brand. So في عنا أول شيء ماسكارا جديدة من Max Factor اسمها 2000 Calorie Pro Styler Volume Lift and هولد ماسكارا، هيدي هن بعتوا لي اياها وكثير حبيت انه طلعت لي بالجودي باج. كمان طلع لي بالجودي باج اي ليب لاينر، هيدا هو الشيد، الشيد كثير كثير حلو، هيدا شيد 20 وورم براون. طلع لي كمان ذا نيو بيور او ميريكل بيور، ما بعرف احكي قد ما انا مستعجله، ميريكل بيور سكين اليمينيتنج سيروم، سو هيدا اتس لايك سيروم في بقلبه هيدول الجولد يلي بيعطوا جلو كثير حلو للوجه. طلع لي كمان one of the new lip glaze اللي هو plumping lip gloss، هذا max factor 2000 calorie، shade اللي طلع لي هو shade 5 honey cream. واخر شيء طلع لي بالجودي باك وقت رحت على launching event the 2000 calorie brow sculpt بالshade بلاك براون اللي هو اي براو جل كثير حلو. كمان وقتها ويبو طلعوا نيو برودكتس بعثوا لي باكج، اول شيء بعثوا لي from بروشيك هذا باوتش كثير مهضوم، في عنا بادي سبلاش وبادي لوشن وهيدا الكليبس كتير مهضوم، وريحة اللي بعتوا لي اياها هي الماسك او اسمها بيور ماسك بالاحرى، بعد ما صار لي مجال استعملها بس I'm gonna be using it very soon. بالنسبة للميك اب بعتوا لي تو فاونديشنز، اول شيء بعتوا لي البوهو وومن 2 ان 1 كريم اند فاونديشن، الشيد اللي بعتوا لي هو 2 يلي هو نيود، وبعتوا لي كمان ذا نيو فاونديشن من عندهم، هيدا اوريدي جربته هيداك بعد ما جربته، هيدا اسمه نام سمارت فلوليس فاونديشن، مكتوب عليه بيلدبل كفرج ناتشرال مات فينش، بس شوفوا تيك توك فيديو رح تفهموا شو معناتها ناتشرال مات فينش انا كثير حبيت. والشيد اللي بعثوا لي هو نمبر 5 يلي هو ترو نيتشر وكثير كثير كثير حبيت او ترو ناتشرال سوري كثير حبيت كيف طلع على وجهي. بعثوا لي ذا نيو 3 ستابس بيكت كونتورينج باليت فيها بلاش برونزر وهايلايتر، هيدي كثير حلوه هيدي الباليت، بعثوا لي هيدي الباليت يلي اسمها نيوتيتود اي شادو باليت وكثير حبيت الكواليتي تبع الاي شادوز مع انه نيود بس الكواليتي اتس ذا جود كواليتي تبع ويبو يلي انا بحبها. واخر شيء لا بعثوا لي تو برودكتس، هيدي مانا جديده عندهم بس بعثوا لي اياها اني واي، هيدي الماسكارا كثير بحبها من عندهم بس هيدي مانا جديده، هيدي اسمها فوليوم دراما حنا، والنيو برودكت اللي عندهم هو لافلي باي ويبو ميلكي تشوكلت ليب جلوس، بعثوا لي بالشيد نمبر 1 وريحته هيدا وليكو اللون قديش هو حلو.
كوزمالاين كل شهر بيصنع من عندهم a huge box. خليني افتحها وفرجيكم هالشهر شو بعتوا. عطول بيصنع معهم a handwritten note which is a very beautiful gesture من عندهم. So رح فرجيكم على السريع شو وصل لي. اول شيء وصل لي هيدا السوفت ويف هاند واش على جاردينيا اند ماسك، كتير بحب ريحته هيدا. وصل لي معجون الاسنان يلي هو تبع الوايتنينج لانه طلعوا ريسنتلي معجون اسنان كتير حلوين. وصل لي اي او جي برودكت كتير بحبه من عندهم يلي هو السوفت ويف تبع الحجاب لاين، هيدا الليفين كونديشنر كتير كتير بحبه. وصل لي كمان ذا نيو اوريدي، انا بعتوا لي انذر وان سو صار عندي باك اب اوف ات يلي هي المايسلر ووتر ذا تو فيزز يلي بتشيلكم كل شيء ووتر بروف. اتس ا نيو برودكت من عندهم. تو شاور جيلز وصلوا لي من عندهم، اول شيء هو هيدا الواحد وهيدا هو تاني واحد وصل لي من عندهم. وصل لي كمان تو برودكتس خاصهم بالتانينج بما انه احنا هلا صرنا بالفتره الصيفيه عم نروح على البحر. سو ماين بعده مختومين لانه كنت بدي افرجيكم اياهم قبل ما افتحهم. في عنا ذا فاست تان، في عنا ذا كارت تانينج اويل، اخر شيء بعثوا لي اياه هو هيدا برودكت انا كثير بحبه من عندهم يلي هو ماسك حمام زيت مغذي للشعر تبع ريبير، هيدا بيعقد للشعر وكثير بنصحكم تجربوا. سان جيرمان طلعوا لي بالجلاسز والجلاسز تبعهم بجنينو، يو هاف تو ران دونت ووك. انا مع انه مجربه ثلاثه من اصل السته يلي طلعوهم، بس الثلاثه اللي جربتهم ام اميزد فيهم. سو طلعوا 6 شيدز وفيرست امبريشن على تيك توك از كومينج فيري سون عن هيدول، سو ستي تونت فور ذات. وكان عندهم هن بالزمانات جلوي فينيشينج باودر ما كنت بعرف بوجودها، سو بعتوا لي اثنين منهم مع انه هدول نو لونجر افيلبل، اسمهم بودر دو سوا، هدول اسمهم سباركلد لوس باودر. بعتوا لي شيد نمبر 1 يلي هي سوبر ستار وشيد نمبر 2 يلي هي جلوريوس. وبس انا عملت اوردر من عند اول اباوت يو بيري شوب اول اباوت يو اكسسوارايز، ليك قديش كانت كريمه. بعثت لي اي ميني اوف ذا جيفانشي بريزم ليبر مات فينيش اند انهانس راديانس لوس باودر، هيدي بشيد فوار روزي وميني ما تتوقعوا رخيصه، هيدي الميني حق $40. So she's very very generous. Anja, thank you so much. بعتت لي هيدي اللي اسمها جودي دول كيرلينج ايرون ماسكارا، رح تعرفوا اي وحده بس تشوفوا الوان تبعها لانه I'm super excited to try this one. ليك وليك وليك وليشتها. Very intriguing. So I will be trying this one with you very soon بعد ما صار لي مجال جربها. بس عملت اوردر اخر شيء من عند بيجو، هيدا اخر شيء رح افرجيكم اياه. بعتت لي gift purchase هدول الاثنين، اول شيء بعتت لي الكاتريس كلين اي دي مينرال اي شادو باليت، بيجوا هيك الوانه من جوا نيوترال وخرج كل يوم. وبعثت لي كمان هدول اللاشز يلي كثير محمسه اجربهم من نفس البراند اللي انا جبت منها الهاف لاشز، ليكوا قديش حلوين هدول اللاشز، اي هوب يو كان سي ذم. وهيك بكون فرجيتكم كل شيء انا اشتريته، كل شيء وصل لي فور فري باخر شهر. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، باي ذا واي عم صور بواحد جولاي تتعرفوا اي متى كرفرنس. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، يور لايكس يور كومنتس، تعملوا شير لهذا الفيديو بخبروني هذا الشيء. واكيد ما تنسوا قبل ما تطلعوا من هذا الفيديو تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتضغطوا جرس هون حتى كلمه سبسكرايب تما تقفوا الفيديو. كل شيء حطوا على وجه ديسكاونت كود ريتون وكثير تفاصيل غير وكل البيجز اذا بقدر اذكر لكم اياهم رح بحط لكم اياهم بخانه المعلومات تحت وذ الوت اوف فيديوز انا عملتهم. بدي اشكركم على وقتكم الثمين كثير يلي قدرتوا تحضروا هذا الفيديو، بهذا الوقت كان فيكم تعملوا مليار شغله بس انتم هون عم تحضروا الفيديو للاخر. انا لاف يو الوت فور ذات. وانا بشوفكم بالفيديو الجاي.